قبل ما نتكلم على سر نجاح هيئة قناة السويس في تحرير السفينة مصر الساعات اللي فاتت وبعد تحرير السفينة مباشرة، عاشت لحظات أصعب وأسوأ بكتير من جنوح السفينة وغلق القناة. مشكلة كبيرة حصلت وكانت هتسبب كارثة أكبر. هنكشف في الفيديو ده أحداث مهمة، تابعونا لآخر الفيديو. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بعد تحرير السفينة مباشرة تعرضت لرياح شديدة، وبسبب الحمولة المرتفعة اللي بتقوم بدور الشراع بدأت مؤخرة السفينة ترجع تاني لوضعها الأول بسرعة كبيرة، واقتربت من رصيف القناة بشكل مرعب. وطلعت رويترز وبي بي سي بتصريحات سريعة في نفس اللحظة إن السفينة رجعت وأغلقت القناة، وكأنهم بيتمنوا إن ده يحصل. وطول الفترة اللي فاتت الإعلام الإنجليزي والتركي والإخواني وحتى الروسي بيتكلم عن بدائل قناة السويس المتاحة بدل ما يتكلموا عن حلول أو شيء هادف. الأزمة دي في الحقيقة وضحت الدول الصديقة والمحبة لمصر، ودول أخرى كانت بتنتظر وقوع مصر. إعلام الإخوان تعمد إظهار مصر وكأنها عاجزة عن حل المشكلة. وضحنا قبل كده طريقتهم الخبيثة إنهم بيعرضوا جزء معين من الحقيقة، زي مثلا عرض صورة الحفار الصغير اللي بيحفر أمام مقدمة السفينة، فيبان إن مصر بتتصرف بشكل خاطئ لا يتناسب مع حجم المشكلة. الصورة الكاملة كانت 5 أو 6 حفارات بتحفر أمام مقدمة السفينة بالتزامن مع أعمال تكريك للأرض أسفل السفينة، كل ده بالتوازي مع عمليات سحب ودفع لعشر قاطرات ليلا للاستفادة من المد العالي للمياه وبالتالي تعويم السفينة. بفضل الثلاث خطوات دول نجحت مصر في تعويم السفينة في 5 أيام فقط، رغم أن كل المختصين وعلى رأسهم الفريق الهولندي صرحوا أن تعويم السفينة هيستغرق 2 أسبوع على الأقل بسبب عمق الجزء العالق بالصخور والرمال اللي وصل ل6 متر. هيئة القناة عملت باحترافية وربنا ستر وانتهت الأزمة، لكن مش عايزين ننسى التحقيقات الجارية الآن الخاصة بالحادثة. كنا من أوائل القنوات اللي نبهنا عن وجود شبهة متعمدة في الحادثة بسبب صور القمر الصناعي اللي وضحت تحركات السفينة الغريبة قبل دخولها مباشرة للقناة ودورانها حول نفسها أكتر من 3 مرات. كل ده بيؤكد أن السفينة إما بها عطل ما أو ربما الطاقم الهندي تعمد إضرار وغلق القناة. السفينة الآن موجودة في منطقة البحيرات وما زال الموضوع قيد التحقيق، وهيئة القناة أكيد هتطلع على الصندوق الأسود الموجود بالسفينة عشان يقدروا يحللوا الحوار اللي دار بين قائد السفينة والطاقم بتاعه. أخيرا خسائر القناة هيتحمل جزء منها شركة إيفر جرين المالكة للسفينة، وهو تدمير الرصيف الخاص بالقناة. أما عن خسائر تعطيل حركة الملاحة في القناة إن شاء الله هتعوضها القناة سريعا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.